الأسباب عفوا التي أدت إلى أن لم يكن هناك التقاء على توحيد الجهود نحو هدف واحد وهو العدو الإسرائيلي، واستمرار أن كل طرف الآن انشغل بالسيطرة وبالسلطة على الأرض التي يقيم عليها يا سيدي، وليس بالعدو الذي ينبغي يا سيدي مواجهته. كما قلت لك أن هذه المنظمات انبثقت من أيديولوجيات خاصة، كان أيديولوجية سياسية، يعني كان اتجاه إسلامي أو اتجاه اشتراكي أو اتجاه شيوعي كما هو كان في الجبهة العربية، الجبهة الشعبي. الديمقراطية، الجبهة الديمقراطية. فلذلك كان التناقض هناك أنه يحملهم أفكار أيديولوجيات، فما كانوا مستعدين أن ينسقوا لأبعد، هم مستعدين أن يقاتلوا ونعطيهم إمكانيات، ولكن مستعدين يتعاونوا وينضبطوا كما نريد إحنا كقوات مسلحة. سعادة الفريق اسمح لي بسؤال برضو هنا، يعني أريد إجابة أكثر وضوحا عليه. الآن كان هناك خلافات أردنية عربية مع بعض الدول العربية في هذا فترة قبل الحرب، الستينيات قبل هذا قبل الحرب، الحرب، نعم. هل نستطيع أن نقول أن القوى الفلسطينية التي جاءت إلى الساحة بدعم من هذه الدول التي كانت الأردن على خلاف معها بدأت تلعب دورا في نقل الخلافات التي كانت بين دول إلى خلافات على أرض دعني الساحة أكون الأردنية؟ صادقا معك، لقد نقلت هذه المقاومة، هذه الفصائل، أيديولوجيات ومشاكل الدول التي وتمثل الدول اللي كانت تعيش بها، سواء كانت خارجية أو في سوريا، ما في شك أنه هذا أثر عليها لكن وبقى. هذا ما ينفي وجود العناصر المخلصة التي كانت تسعى إلى لا توحيد هناك الجهود. طبعا طبعا كانوا ثقلها هناك، إيه إلى جانب العناصر اللي كانت بتسعى إلى يعني كان كنت أقول الاندثار؟ أنا وأقول أنه كان الثقل الرئيسي العقلاني هي منظمة فتح، وبالتالي عندما سيطرت على منظمة التحرير تفاءلنا خير أن يسيطروا، لكن ما قدروا يسيطروا سيطرة فعالة على كافة الفصائل كما نريد أو كما هو يريد، يعني بقت الخلاف كما هو، لأنه كمان هناك في صراعات بين الحركة الفدائية، بين فتح وبين بقية الجبهات، فالصراع كان قائم، وهو حقيقة يعني ينقل مشاكل هذه الدول إن عندنا كمان أيديولوجياتها، إنما نظرتنا نحن لهم قوة مسلحة وجدت على الأردن بظروف صعبة بعد حرب خسران، بعد حرب 67، يريد أن يقاتلوا جنبا لجنب لقواتنا. نعتقد أن هذا كان شيء شرعي ويجب أن يدعم، هذا كان اتجاهي وسياستي الذي كنت أهدي الوضع فيها. الآن أصبحت رئيس للأركان. لا أنا قبل رئيس الأركان، طيب نقلت أن أنا نائب رئيس الأركان، نعم، ثم تقرر أن يتم تغيير في القيادة بحيث يأتي شخص آخر يكون قائد عام وأنا أبقى رئيس أركان وهو الشريف ناصر. أنا رفضت أن أكون يعني نائبا، لأنه أنا كنت نائب أول، لا أريد، فعرض علي أن أصبح وزيرا للداخلية، فاعتذرت عن الموضوع فقلت أنا جندي وأريد أن أسير في سكة الجيش، يعني على طريق الرتب العسكرية حتى أصل مركزي الحقيقي، وثم نعم إذا هناك مراكز أفكر فيها، أما حاليا لا. فقبل ذلك وأصبحت عينت عند جلالة الملك مستشارا عسكريا، إلا أنه الملف أيضا نقل معي، ملف الفدائي أصبح معي أيضا، علاقتهم لا يثقوا الفدائيين إلا معي، وظلت مستمرة باطلاع الحكم، باطلاع جلالة الملك شخصيا. كنت أنسق اجتماعات دورية بين القيادة وبين الملك وبين رئيس الحكومة والآخره. ثم بعد فترة تغيرت الحكومة عندما فشل الطاقم المستلم إلى القيادة والحكومة، فشل في أن ينجح بالتعامل مع الإخوان الفدائيين، حركات الفدائية، تغيرت الحكومة برئاسة المرحوم عبد المنعم الرعي، وعينت رئيسا قائدا عاما للجيش. سنة كم تفتكر التاريخ؟ هذا في أوائل السبعين، و يعني 69 أو 69، فعينت رئيس الأركان وأصبح الملف كامل عندي في قيادة الجيش. هنا المسؤولية أصبحت تقع علي مباشرة، أي مباشرة أيضا، وهنا بداية تصعيد الأحداث هنا التي سبقت تصاعدت الأحداث وكثرة التجاوزات وكثرة الأحداث، القتل والتجاوزات الفدائية يعني هنا كانت وتجاوزات عمليات الجيش. تصفية ما بين الطرفين؟
كانت فيها الحقيقة أحداث دامية مش تصفيات. أي أبرز الأشياء التي سبقت؟ أبرزها كما قلت لك أنه اعتداء شامل على قاعدة فدائية في إربد من قبل الجيش وأنبت المسؤولين واتخذت إجراء فيها. ثم الفدائيين قاموا في عدة أعمال، منها احتلال البريد يعني المركز الرئيسي للسنترال احتل احتلالا عسكريا من قبل المسلحين، واضطرت بشخصي أن أخرجهم. كيف يعني؟ فصل لنا كيفية يعني. الآن في قوة فدائية هجمت مبنى البريد الرئيسي واستولت عليه. يعني احنا بين طريقين، بين أن نفتح حرب وهذا لا أريد أن أعمله ونقتل وندمر ونخرجهم، بينما أنه احنا بأسلوبنا الخاص نطلعهم. فمما لي من علاقة واحترام عند هذه القيادات ذهبت وحليت الموضوع وانتهى بالمفاوضات. بالمفاوضات وخرجت. من القائد اللي والمسؤول اللي... أيضا ضاق واحد اسمه طاهر داون، والمسؤول وضعته بالسجن. فلذلك يعني حلينا. لم يحدث قتل في هذا لم يحدث قتل ولا جرح ولا شيء.